كيف بعد ما توحد الله الموضع الثاني في سورة المؤمنون. شوف الكلمات اللي ربنا اختبر بها ابراهيم وابراهيم يقتدي بها. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن اتقى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ابراهيم كم من الوارثين؟ كل مؤمن حاضر، كل مصليا خاشعا في الفرح حاضر، كن بعيدا عن الله، كن مؤديا للزكاة، كن محافظا على الارض، كن محافظا على الامانة، كن محافظا على الصلاة. طب يا رب ما احنا قلنا في الاول الذين هم في صلاتهم خاشعون، ايه لازمك في الاخر والذين هم على صلواتهم يحافظون؟ ليه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك الخشوع معناه حضور القلب وسكون الجوارح. شوف الخشوع في القلب، حضور القلب وسكون الجوارح. ما دام الانسان واقف بين يدي الله يكون قلبه حاضر مع الله ويكون جوارحه سكت، مش طول ما هو واقف بين يشد الباب ويبرش في ايديه وساعه يبص في الساعه وهو رافع. لا، اذا ضاع الخشوع. ولذلك النبي شاف واحد متحرك في صلاته قال لو خشع قلبه هذا لسكنت جوارحه. الخشوع احنا عايزين نعامل ربنا معامله الاخلاص، حكاية ان نخطف المغرب في 5 دقايق واخطف العشاء في 3 دقايق او 10 دقايق، لا، دي المسألة ساعة ما اقول الله اكبر. امال انا بقول في اول الصلاة الله اكبر ليه؟ ليه بنقول الله اكبر؟ ليه ما بنقولش الله كريم، الله حليم، الله عظيم؟ انما اشمعنى كلمة اكبر؟ يعني اكبر من الدنيا واكبر مما فيها واكبر من كل شيء. ما دام دخلت مع الاكبر تسيب الاكبر الى الادنى ليه؟ ليه؟ ده انت مع الاكبر. طب بنرفع ايدينا ليه؟ ما كنا نقول الله اكبر وايدينا على صدرنا. قال لك لا، ده انت بترفع ايديك حذوة من كبير اشارة الى انك رميت الدنيا كلها وراء ظهرك. يا دنيا روح الداهية بقى، سيبيني بقى مع مين؟ مع ربي. سيبيني مع ربي. ادي معنى ان احنا بنرفع ايدين بعد ما بنقول الله اكبر. بنقول الله اكبر بالذات لانه اكبر من كل شيء، اكبر من الدنيا كلها، اكبر من الناس، اكبر من الملوك. هلا ده الواحد لو واقف قدام عيل في اسم بوليس بيعمل حساب انه هو لا يرد ولا يمش ولا يلف. حتى ما بيقدرش يقعد على الكرسي الا لما يذلوا بالقعود. يقوم بين يدي احكم الحاكمين. عينينا تشتغل وايدينا تشتغل ونبقى متألمين لو المسألة طالت شوية، انما عايزين دايما كل ركعة يا آية يا آيتين. على رأي واحد وقف يصلي بالناس امام، ام الف اول ركعة فيهما عينان نضاختان، اول ركعة ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله اكبر. وفيه جيت تاني ركعة المدهامتان. أم بعد ما خلص واحد من المصلين قال له يا شيخ أنت طولت علينا. قال له إزاي يا ابني؟ قال له أنت قلت مدهامتان وكان يكفي تقول مدهمة في ركعة ومدهمة في ركعة تانية، ليه تخلي المدهامتين في ركعة واحدة؟ ها؟ هذه المسألة يا ساتر. لا، ربنا يعامل بهذه المعاملة. وهو احنا بنشعر براحة القلب الا لما بنقف شوية الدقائق قدام الله. ما الدنيا كلها هموم وكلها مرار، ومين اللي عايش النهارده يعني؟ ده انت الشوية اللي واقفهم من يدي الله هم دول اللي بتروح لهم قلبك. لا يكفي انك انت وانت ساجد تقول رب اشرح لي صدري.
يكفي تقول ربنا هاتنا في الدنيا حسنه، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. دعوه ايه؟ فرج كربي وسع رزقي. وانت ساجد، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. بتركع للعظيم وبتسجد للاعلى، وانت قاعد عشان تقرا التشهد ليه ما رمهاش واحنا واقفين ما بيزاح نقعد؟ قال لك لا، ده انت قاعد وضعت الدنيا كلها تحت قدميك وجلست امام العظيم وحده. يعني الصلاه عباره عن صله، ما صلاه صله. ولذلك الفريضه الوحيده التي فرضت في السماوات العلى، كل الفرائض جت والنبي هنا جبريل ينزل بيها، انما الصلاه كان النبي هناك. الفريضه الوحيده كان النبي هناك. وحد من لا يغفل ولا ينام. هذه الكلمات اللي ربنا ابتلى بها ابراهيم. اول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع عباره عن حضور القلب وسكون الجوارح. طب والذين هم على صلواتهم محافظون؟ يحافظون عليها بشروطها واركانها واوقاتها. ما هو جايز انا اكون خاشع في الصلاه بس بجمع ثلاث فرائض على بعض اربعه وبقى خاشع وكويس قوي قوي، يبقى الخشوع غير المحافظه. الخشوع ده بصميم القلب والجوارح، انما المحافظه تكون على الشروط. من شروط الصلاه الطهاره، من شروطها استقبال القبله، من شروطها دخول الوقت، من شروطها ستر العوره. اركان الصلاة تكبيرة الاحرام، الطمأنينة، الطمأنينة مهمة جدا، قراءة الفاتحة، الركوع، القيام، السجود، القعود، التشهد. احافظ على كل هذه الاركان. ده حاتم الاصم لما بيسألوا كيف انت اذا دخلت الصلاة؟ قال احسن الوضوء ثم اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. تعرف ربنا عمل الصلوات خمسة ليه؟ ما كانوش ستة ليه؟ ما كانوش ثلاثة ليه؟ مثلا. انت عارف لان النبي قال تحترقون تحترقون ثم تصلون الفجر. ثم تحترقون 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 بنار الذنوب. كل ما تهب حريقة نيجي نصلي نطفي الحريقة على طول. بنصلي من اول ما نقوم النوم لغاية العشاء، يبقى بدأنا النهار بالمية اللي طفت حريق الذنوب. ونمنا بعدما اصفات صلاة العشاء حريق الذنوب. لو ان احنا عرفنا نفس ربنا وغرسنا شجرة الايمان في قلوب العباد، كان كل واحد لما يجي يعمل عمل مخالف لربنا يشوف ربنا قدامه هيجيش يخاف. هو انت ملك يعني يوسف لما اختلت به زليخة والرضا مقبول وهل استهيت لك وهيت لك؟ طب ما هو كان يوسف قال لك طب ما هو شاف بالشباك، انما ده ما كانش شايف زليخه، ده كان شايف الله. ده كان شايف الله يا اخي. بس ادي اللي حل المشكله. طب ما هو شاف، وشاف عنده 25 سنه في عام الشباب لما قفلت عليه ابواب. هو لو شاف زليخة ما كان هيجم عليها، يعني هيحصل ايه؟ لا لا لا، ده انت لو ابنك سحب الليل ابنك الصغير اللي عنده 8 سنين او 10 سنين وانت لكراك بتقضي حاجتك مع اهل بيتك بالليل، وابنك سحب الليل من على السرير الثاني قال اديني يا ماما، انت بتكش مالي من ابنك؟ من انت خلاص طفلك اتكسرت، فما بالك ده ما كانش شايف طفل، ده كان شايف خالق الخلق.
ده كان شايف الله، كان شايف الحكم والعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. إنما موسى ربنا قال ولما بلغ أشده واستوى. بلوغ الأشد 25 سنة والاستواء 40 سنة. إنما يوسف ربنا اداله الحكم والعلم وهو لسه عنده 25 سنة. ليه؟ لأنه داخل محنة تتعلق بالعرض، فلابد يدخل معاه السلاح، سلاح الحكم والعلم. ياما اتحايلت عليه، والاخر ربنا قال له صوت ليه؟ اجري. قال له يا رب دي الابواب مقفوله. قال له مالكش دعوه بالابواب. جرى الابواب انفتحت باذن من لا يدخل ولا ينام. يبقى كان شايف ربنا. هو احنا لو شفنا ربنا في قلوبنا ما كناش معصي الله ابدا ابدا. اللي بيحب ينام مع مراته لما ابنه الصغير بيصحى يقول لها قوم يا ولية دليل يعلم. قوم 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 خلاص الوقت خلاص قطع عليهم خط الناس انتهى. يوسف ما كانش شايف ولد ولا زليخ، ده كان شايف من يعلم السر ويخفى. واحد يا مسلم قول لا اله الا الله. ولذلك النبي قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. اسال الله ان يحسن ختامنا. احنا واقفين على كلمات ابراهيم، ولنا ان شاء الله لقاءات ما دمنا احياء حتى نتحدث عن سيره النبي كلها. فإلى لقاءات أخرى أسأل الله أن ييسرها لنا. أسأل الله أن يفرج كروبنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. إذن إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قهرته ودحرته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك لنا في ارزاقنا وفي اعمارنا وفي اولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا، واغسلنا بالثلج والماء والبرد، وطهرنا ونقنا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.